السلام عليكم، انا مصور لكم غرفة من نوع سويت فندق هاريس. هذه محتاجة الغرفة، هذه الصالة، طبعا صالة منعزلة عن الغرفة، وهذه طاولة، هنا الخزانة وصانع القهوة. يوجد شاشة مع إطلالة على المدينة. هذه النوع من الغرف تسمح بإضافة سرير إضافي. هذا هو السرير. وهذا هو التواليت. طبعا تحتوي على شطاف. هذا البانيو. النوع هذا النوع من الغرف السويت يحتوي على بلكونة. بلكونة واسعة نوعا ما، جميلة، إطلالة جميلة على المدينة. طبعا تكون متصلة مع غرفة هاريز من نوع هاريز روم، تكون متصلة، وهذا الباب الفاصل بينهم منعزل تماما، بابين، باب من هذه الجهة والجهة الأخرى. شركة المحيط للسفر والسياحة. أفضل الأوقات لزيارة ماليزيا. يعتبر الجو في ماليزيا من أهم الأسباب التي تجذب الآلاف من السياح والزوار.